اكمالا برضو الكلام سيادة المحافظ زي ما كنا بنقول. طيب تعالوا ناخدها بالعكس، حيث لو ما كناش اخذنا هذه الاجراءات التقييديه، لو وقفنا اتفرجنا على اللي بيحصل على المشهد من غير ما ناخد اي اجراءات تقييديه، ظاهريا الناس تفترض ان ثبات سعر الفايده على المستويات دي افضل من ان انا اعمل سياسات تقييديه. لكن في حقيقه الامر البقاء كان او الابقاء على المستوى بدون احتواء التضخم كان هيبقى اشرس بكتير واسوأ بكتير من التقييد المؤقت اللي هيحصل، اللي من شأنه ان هو يحتوي التضخم ويساعد على عودة التضخم لمسار نزولي. لان لو كنا ابقينا على الوضع كما هو كان هيبقى فيه اولا تآكل القوى الشرائية، ودي اخطر حاجة ممكن تواجه الاقتصاد، لان تآكل القوى الشرائية وتراجع قدرة المواطن على الشراء والاستهلاك بتأثر بشكل سلبي ومباشر على عجلة الاقتصاد والدورة والنشاط الاقتصادي، لأن المستهلك لو ما أنفقش وما استهلكش المصانع مش هتنتج، لأنه مش هيبقى في حد يستهلك هذا الإنتاج، وبالتالي مش هيبقى فيه تشغيل، وبالتالي هيبقى فيه بطالة إلى آخره. فالوضع التقييدي ده وضع مؤقت لمحاربة التضخم وبشكل سريع وفعال، ومن ثم نبتدي نشوف في انخفاض تدريجي في معدلات الفايدة اللي في الآخر الهدف منها ان احنا نساعد القطاع الخاص وكل القطاعات ان هي تساهم في الاقتصاد الكلي ونمو معدلات الاقتصاد الكلي بشكل زي ما قلنا شكل معدل طيب مع معدلات تضخم منخفض. شكرا. طيب يعني اتصالا مع هذه النقطة، هناك سؤال عن يعني مصير التضخم، هل يتوقع أن يتراجع بالفعل التضخم مستقبلا، أم أن هذا الإجراء ربما سيكون مؤقت ولا يمتد تأثيره على المدى الأبعد، والشق الآخر تأثير ذلك على ميزان المدفوعات؟ طبعا تأثير أو يعني هل هذا الإجراء والتقييد مؤقت؟ نعم مؤقت. شفنا كل دول العالم سواء كانت اقتصادات متقدمة أو نشأة أن بتضطر لمحاربة التضخم رفع سعر الفايدة لمواجهة هذا التضخم. في بعض الدول بدون تحديد أسامي كانت واخدة يعني موقف أو استراتيجية مغيرة، قالت لا احنا مش هنحارب التضخم بسعر الفايدة لأن ده ممكن يشعل المزيد من التضخم. لكن في الآخر يعني كان واضح جدا أن السياسة الأفضل هي استخدام القنوات والأدوات المتعارف عليها لدى كل البنوك المركزية، وعلى رأسها استخدام قنوات سعر الفايدة لأنها ليها قدرة على انتقال التأثير على معدلات التضخم بشكل مباشر، وبالتالي تراجع معدل التضخم اللي قلنا الأخطر حاجة ممكن تواجه المواطن إن قيمة العملة الوطنية تتآكل وتتآكل بالتضخم، وبالتالي مهم جدا إن احنا يعني بشكل سريع وفعال نقضي على هذه الظاهرة، وهنقضي عليها إن شاء الله، وليها طبعا تداعيات إيجابية كتير جدا إن هي هتنعكس في الآخر على الثقة اللي احنا ذكرناها في الأول. طيب تأثير ده إيه على ميزان المدفوعات؟ تأثيره هيكون إن احنا بالإجراءات اللي أخذناها النهاردة لتوحيد سعر الصرف، وهي إجراءات مهمة جدا، لأن تاني لو فضل كان في سوق موازية ولو فضل في تخبط في التسعير وحالة من عدم اليقين كان ده هيشعل المزيد من المضاربات والتكهن وحالة عدم اليقين اللي هي تاني أنا بكررها عشان هي دي كانت سيد المشهد. طيب هيأثر ازاي؟ احنا شوف عارفين ان مصر كان من ضمن اكبر الموارد الدولارية والتدفقات اللي كانت بتيجي كانت هي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فوق وصلت كانت في السنة قبل اللي فاتت كانت وصلت لحوالي 33 مليار دولار. التدفقات دي للأسف مع الحالة اللي حصلت في السوق الموازية ابتدت كلها تروح خارج السوق الرسمي لقنوات الغير شرعية، وبالتالي فقد القطاع المصرفي الكثير من هذه التدفقات. النزيف اللي حصل ده أثر غير ان هو عمل حالة من عدم الاستقرار وعدم الثقة اللي أدت الى ان اي استثمارات كانت ممكن تيجي تم إرجاعها وتم التراجع فيها الكثير من قرارات استثمارية في مصر، أدت كمان إلى أن ما بقاش فيه ثقة في
التعاملات الرسمية، وبالتالي حصل تراجع في مستويات التدفقات للنقد الأجنبي الواردة من المصريين المغتربين. نفس الشيء شفناه في الصادرات، لأن ابتدى يبقى فيه مع تراكم السلع في المواني نتيجة للسوق الموازية إلى آخره، ومع عدم توحيد سعر الصرف لقينا أن في عدم قدرة أو عجز كبير في توفير وتلبية الاحتياجات للمكون الأجنبي الداخل في التشغيل في التصنيع وفي الإنتاج، وبالتالي الصادرات تراجعت. فهي حلقة شرسة كلها أدت إلى الآثار السلبية اللي احنا كلنا عصرناها، وبالتالي مع انتظام السوق وتوحيد سعر الصرف نتوقع وبشكل سريع إن شاء الله التدفقات وتحويلات المصريين في الخارج هنبتدي تستعيد عافيتها. متوقع طبعا أن مع انتظام السوق السياحة كمان تستفيد، لأن هنشوف مساهمة الصادرات سواء كانت السلعية أو الخدمية تتعافى نتيجة لتنافسية العملة المحلية، وده هيؤدي بشكل كبير إلى استعادة جزء كبير من التدفقات بالعملة الأجنبية للسوق الاقتصاد المصري. نفس الحكاية لأي تعاملات بالنقد الأجنبي هنبتدي نشوف فيها تحسن نتيجة للاستقرار في سعر الصرف. طبعا ممكن يبقى فيه زيادة في الواردات، وده متوقع نتيجة لأن حركة الإنتاج هتبتدي تنشط مرة أخرى، وبالتالي هيبقى فيه طلب على العملة لاستيراد خامات ومكونات إنتاج، لكن في الآخر هتنعكس على زيادة في الصادرات أيضا، وبالتالي أي تراجع أو زيادة مؤقتة في الواردات سيتم تجاوزها من خلال زيادة في الصادرات، وبالتالي المحصلة أن الميزان الجاري لمصر إن شاء الله هيتحسن تدريجيا مع الاستقرار في سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف، وده الأهم. شكرا جزيلا.